السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نخصص حلقة اليوم لحراسة المرمى لفريق نادي بركان. كما نعرفوا أن الحارس الأول هو الحمياني، الحارس الثاني هو الوعد، والحارس الثالث بلال كمال ابن مدرسة نادي بركان. إذا كما تعرفوا أن الحمياني يعني بعض الأخطاء الكثيرة والكبيرة اللي ارتكبها منتصف موسم الجاري 2021-2022، وعدم ثقة بين قوسين في الحارس الثاني الوعد، وما عمرو شفنا بلال كمال الحارس الثالث نهضة بركان حسب مصادر قريبة تتجه إلى السوق الإفريقية لربما لشراء حارس من الطراز الرفيع. وكما تعلمون أن السوق الإفريقية غنية بالحراس، والبنية المورفولوجية الجسمانية ديالهم كتساعدهم باش أنهم قوية، باش أنهم يكونوا عند حسن الظن في حراسة مرمى نادي بركان. وكتشوفوا أن نادي بركان كتعاني مع الفرق الإفريقية، خاصة مع الحراس ديالها اللي كيمثلوا 50%، في حين أن الحارس الحمياني بأخطائه ربما لا يمتد 20% أو 10% أو 15% على بعد التقدير من قوة نهضة بركان في حراسة المرمى. مع احترامي للسي الحمياني، ولكن الواقع يقال ولا شيء يعلو على الحق. إذا نهضة بركان تتجه إلى السوق الإفريقية للبحث عن حارس. كما تعلمون أن السي عبد النبي فينيش هو مدرب الحراس حاليا لفريق نهضة بركان، ربما بذل مجهودات مع الحمياني، وربما غير من طرق ديال التدريب ديال الحارس، ولكن بعض المرات الحارس كيبقى ليميت محدود، ميزيدش كاينه امور نفسيه، امور المحيط، امور المجموعه، امور المباريات، امور الجو اللي ما كتساعدش الحارس انه يكون في نهارو بطبيعه الحال. احنا يعني من فاتحين على منافسه افريقيه قويه دور المجموعات سيمبا طبيعة الحال، وما أدراك ما سيمبا والفريق الإيفواري وفريق النيجر. إذن ترك النيجر، إذن مباريات قوية تنتظرنا. البعض لا يرشحنا للمرور إلى الأدوار الموالية لقوة فريق سيمبا والفريق الإيفواري. لذلك نحن بحاجة ماسة إلى في حراسة المرمى. الميركاتو يفتتح في 15 يناير وينتهي في 30 يناير، ربما يكون واحد التمديد 6 او 7 فبراير. اذا كما كتعرفوا بركان الان في حاجه ماسه لحراسه المرمى، وبالتالي كل ابواب بركان مفتوحه لشراء الحارس. وحنا كنشوفوا لي ماناجر كيعرضوا على بركان مجموعه من الحراس، وبطبيعه الحال بركان تطريت وعينها مرصده موجهه نحو السوق الإفريقية لشراء حارس ربما يلبي احتياجات فريق نادي بركان والحارس الحمياني. المداورة هنا وبطبيعة الحال الهم ديالنا الوحيد هو الفوز بالمسابقات القارية والوطنية، والحارس المرمى هو 90% ديال الفريق، راه ماشي 50% باش نكونوا واضحين تماما. إذا نتمنى التوفيق السيد عبد النبي في النيش مدرب الحراس، وكذلك الحارس الحمياني والحارس الجديد، كل شيء كنخدموا منظومه نهضه بركان باش نهضه بركان تكون في الطوب. وبه وجب الاعلام. السلام عليكم.